هذه دعوه مفتوحه ربما للمخرجين انهم يعني يحاولوا يشوفوا لنا ادوار اللي باذن الله تخلينا نشوفوا بدر سلطان. اختي ايمان راه هانيت مناش هاني لا 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 تفضل سير ناخذ من عندك انسان تقدر تجيب لنا عروض في الاسابيع المقبله ونكتشفوا بدر سلطان الفنان. لا لا اش بغيتي تقول؟ فادي علاش حنا في اجواء عفويه. أنا درت معاها كل شيء، عطيتها حياتي، عطيتها فلوسي، عطيتها وقتي، علاش دير لي هكا علاش؟ لا جاني الضحك ولكن بالله انت راه هذا امتداد ديال أغنية تمنيت، الله يعطيك الخير لما قلبست.